عن نقطة ذهبية أيضا في هذا المهرجان، مهرجان الختامي هنا أيضا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مباشرة هناك مع البداية، مباشرة مع صدارة هذا الشوط والمركز الأول. هناك تبوك ناصب العوضي بن يحيى المنهالي يقدم لنا تبوك الورد، بينما المركز الثاني وصول وتقدم من المركز الثاني في هذه اللحظات، وصول من الباسلة سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي على ثاني المراكز بانطلاقة الباسلة، انتقل نقلة مباشرة جميلة سليمة مميزة ما بينها الشعارات، الوصول من المركز الثالث التقدم من العنود حمد بن صالح بن هزاع المري على المركز الثالث، بينما اللي خذت المركز الرابع وصول من مزنة محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي على المركز الرابع، ولكن الدخول من مشغلة محمد بن غانم بن حمود الظاهري شعار بن حمود يتواجد، ايضا الشعار الاقتصادي يتواصل هناك ايضا مع انطلاقة مشغلة. الله يا هذه الاسماء، الله يا هذه الشعارات المنطلقة هنا الباحثة عن الناموس. المركز الخامس وصول وتقدم من طيف ايضا فواز بن مشرف، ايضا الجبرين يتواجد في هذه اللحظات. هكذا نتيجتنا للخمس المراكز الاولى المتقدمة هنا ما بينها العمالقة ما بينها الكبار. الله الله الله، اعود الى الصدارة الاولى، اعود مع تبوك على مقدمة هذا الشوط مع المركز الاول، تبوك على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. هناك من يقدم تبوك ناصب العوضي بن يحيى المنهالي المركز الثاني، ثاني المراكز في هذه اللحظات في هذا المسار الجميل. هنا مشغلة وصلت مشغلة محمد بن غانم بن حمود الظاهري يتواجد هنا مع انطلاقة المركز الثاني، انتقل مباشرة مع المركز الثالث، الوصول من الباسلة في هذه اللحظات على المركز الثالث. سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع الوصول والتقدم. مشاهدينا متابعينا الكرام، وصلت هناك طيف فواز بن مشرف ايضا الجني ايضا الشمري يتواجد في هذه اللحظات مع انطلاق الطيف على المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم من مزنة، يتقدم هذا الشعار محمد بن علي بن سلطان بن رشيد يتواجد على المركز الخامس، انتقل مع المركز السادس في هذه اللحظات. الله، الشايبة الشايبة غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين يتواجد مع انطلاقة الشايبة المركز السابع. وصلت الطيارة هنا من تحلق في ايضا انطلاق في ميدان الوثبة، سلطان مضاحي بن خلفان العميمي يتواجد في هذه اللحظات. المركز الثامن وصول من بنت الباز مسفر بن عبد الله بن عيسى ايضا المسند يتواجد. المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا الاسماء المتقدمة، الاسماء المتقدمة. هناك الفلوجة محمد بن راشد بن حمد الهاجري واللي خذت المركز العاشر، وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام. وصلت الفايزة أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة هنا بأمال المشاركين بأمال المنطلقين والمشجعين وعشاق رياضة الآباء والأجداد، عشاق رياضة الهجن العربية الأصيلة هنا في عاصمة الميادين والثمانية كيلومترات. أعود إلى الصدارة، تبوك ما زالت على صدارة هذا الشوط، تبوك منذ البداية وحتى هذه اللحظات على الصدارة. ناصب العوضي بن يحيى المنهالي يتواجد على الصدارة هنا.
هنا. الله الله، ممثل الوثبة، بينما المركز الثاني الوصول والتقدم من العنود، وصلت العنود وتقدمت حمد بن صالح بن هزاع المري على ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت مشغلة لكي تشغل الجميع، محمد بن غانم محمود الظاهري على ثالث المراكز. الشعار الاقتصادي من يتابع هذا الانطلاق. المركز الرابع وصول وتقدم من الباسلة، سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي على رابع المراكز. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا ايضا طيف فواز بن مشرف بن جبرين الشمري هنا يتواجد هنا بهذا الطيف الجميل، بهذا الطيف المميز على خامس المراكز. هكذا نتيجتنا، هكذا شعاراتنا، هكذا الاسماء العملاقة في عالم سباقات الهجن العربية الاصيلة. ولكن هنا سيلنجارف ياتي من المراكز الخلفية، تقدمت الأسماء. وصول هنا من بنت الباز، مسفر بن عبد الله بن عيسى آل سند هنا يتواجد في هذه اللحظات. مزنة محمد بن علي بن سلطان بن رشيد يتواصل في هذه اللحظات، بينما مشهورة وليد بن محمد بن إبراهيم السيد هنا. ولكن هناك أيضا الوصول من سلسبيل صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي هنا. وصل هذا الشعار الشعار الكثير والكثير من الأسماء الجميلة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. شرفنا على جسر العبور. ولكن بداية هذا الشوط ما زالت تبوك هنا. الله يا تبوك على الصدارة. ناصب العوضي من يحيى المنهالي من يقدم لنا تبوك على الصدارة. المركز الثاني الوصول والتقدم من المراكز الخلفية في هذه اللحظات. ثانيا هنا بهذا التحدي الجميل، يا سلام، وصول وتقدم من الباسلة سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي على ثاني المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، انتقل مع المركز الثالث، وصول من العنود صالح بن حمد بن صالح بن هزاع المري على المركز الثالث. الثلاث اللي بهنزان اللقى في موقع واحد. الله، ولكن وصل الشعار الاقتصادي مع المركز الرابع في هذه اللحظات. وصول من الطيارة سلطان مضاحي بن خلفان العميمي هنا يتواصل في هذا المسار. وصلت مزنة محمد بن علي بن سلطان بن رشيد هنا، بينما سلسبيل صالح بن سعيد بن سالم بن خنفور الوهيبي يتواجد في هذه اللحظات. هكذا النتيجة. أعود مع تبوك أول العابرات، أول المنطلقات مع جسر العبور هنا على صدارة هذا الشوط. ناصب العوضي بن يحيى المنهالي يقدم هذه الذلول العملاقة، يقدم هذا الشعار، يقدم هذه الاندفاع الجميلة. ولكن المركز الثاني هناك الباسلة لها رأي آخر. الباسلة تراقب هذه الانطلاقة مراقبة خير. هنا أيضا سليمة جميلة سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي على ثاني المراكز. المركز الثالث العنود على المركز الثالث، حمد بن صالح بن هزاع المري على ثالث المراكز. المركز الرابع الخطر حضر بانطلاقة مزنة محمد بن علي بن سلطان بن رشيد. يا سلام. طيف هناك ايضا وصلت فواز ايضا بن مشرف ايضا الشمري يتواجد ايضا على المركز الرابع في هذه اللحظات. تقدمت سلسبيل صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي هنا بهذا الشعار، شعار الاحصار الغربي. بينما هناك الوصول من الشايبة محمد او غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. الله
الله يا سلام يا سلام يا سلام. لمن سيارة هذا الشوط؟ لمن سيارة هذا الشوط؟ السيارة تحتار، الناموس يحتار ما بينها الأسماء. مزنة 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 تسللت على الصدارة، مزنة تسللت على المقدمة. محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي يقدم لنا مزنة على الصدارة. المنحنى الأخير، منحنى الحقيقة هنا، ومن ثم المسار نحو خط نهاية، المسار المستقيم. حرك اللي بيحرك واللي بيتابع واللي بيركز. تبوك على المركز الثاني ناصب العوضي بن يحيى، المنهالي على ثاني المراكز في هذه اللحظات. المركز الثالث، الله يا الباسلة، وصلت الباسلة. سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع هنا سلسبيل صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي، ولكن العنود حمد بن صالح بن هزاع المري هنا. تقدمت العنود في هذه اللحظات. وصول من الشايبة غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، ولكن هناك مشهورة ما يبنالها طاري، ما يبنالها طاري إلا في هذه اللحظات. وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، وهناك ايضا الفلوجة محمد بن راشد بن حمد الهجر. يا سلام يا سلام يا سلام، شرفنا على الكيلو الاخير، شرفنا على الكيلو الاخير، الكيلو الخطير والمثير في نفس الوقت. المثير هنا ما بين هالاسماء، ولكن مزنة، مزنة على الصدارة، مزنة على المقدمة. محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي على صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، جولة الأوامر النهائية هنا. وصلت العنود، وصلت العنود، ولكن سلسبيل، سلسبيل من الجانب الأيمن، سلسبيل والعنود، وهناك مزنة، مزنة وسلسبيل والعنود. تدخلت الفلوجة، تدخلت، ولكن هناك سلسبيل، سلسبيل هنا على الصدارة والمقدمة. صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي على الصدارة بالشعار هنا، الشعار هناك أيضا الإعصار الغربي هنا. الله 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 على هذا، على هذا الرقص الجميل. فمشكور هنا حمود بن محمد بن سالم الوهيبي على تقديم هذه النوعيات الجميلة هنا. فسلام للسلطنة، سلام سلام هنا، تحية واحترام. المركز الثاني الهلوجة محمد بن راشد بن حمد الهاجري اللي خذت المركز الثالث. لحظات وصولها مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك العنود حمد بن صالح أيضا المري، والمركز الرابع أيضا وصول من المركز الرابع مزنة محمد بن علي بن سلطان رشيد الكتبي، والمركز الخامس وصول من الشايبة سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس أيضا لسيد صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي على فوز سلسبيل واختطافه أيضا ناموس هذا الشوط. أعود إلى عدسات الكاميرا، أعود إلى التوقيت الزمني الذي قطعت 8 كيلومترات في زمن وقدر. مشاهدينا متابعينا الكرام، 12 دقيقة 43 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثاني وصلت الفلوجة محمد بن راشد بن حمد الهاجري على المركز الثاني، وقدمت العرض الجميل تشكر عليه هنا. أيضا لحظات الوصول من ثانية المراكز 12 دقيقة 44 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث هنا، المركز الثاني هي هناك العنود حمد بن صالح المري على ثاني المراكز. مشاهدي متابعي الكرام، 12 دقيقة 44 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. بينما اللي خذت المركز الثالث اللي حامل رقم 9 الفلوجة محمد بن راشد بن حمد الهاجري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 44 وأيضا 7 أجزاء من الثانية نفس التوقيت. تهانينا والناموس.